يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول الحلقة الرابعة والثمانون بعد المئتين يا إمام, يا إمام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق محطات فارغة،, فارغة سألتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام،, الأيام هم تضحك أيامي أيام وأشوفنك فن هم تضحك أيامي وأشوفنك فن لو حزن أسود يظل طول الطريق, الطريق الدرب موحش, موحش يا إمام, إمام مو حش يا, يا, يا إمام الدرب موحش يا امام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل اليك يا ابن احمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثلاثون من العنوان الذي مر علينا في الحلقات المتقدمه المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم في الحلقه الماضيه حاولت ان اضع بين ايديكم خارطه اجماليه لاهم الوقائع والاحداث بدايه من رجب العلامات وانتهاء بزمان الظهور الشريف حدثتكم عن السنه التي تكون سابقه لسنه الظهور لا اريد ان اعيد ما تقدم من كلام في الحلقه الماضيه وانما ساواصل حديثي من حيث خطا وصلت معكم الى مجموعه من الاحاديث الشريفه التي تحدثنا عن تلك الايام انها العلامات القريبه من زمان ظهور قائم ال محمد صلوات الله عليهم ساذهب بكم إلى رواية طويلة سأقرأ أكثرها هذا هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 262 إنه الحديث الثالث عشر بسنده عن أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه اذا رايتم نارا من المشرق الامام الباقر كان في المدينه فحينما يتحدث عن المشرق انه يتحدث عن مشرق بلاد العرب تحديدا ايران وما وراءها هذا هو مضمون هذا المصطلح المشرق في احاديث اهل البيت تعني ايران وما بعدها وفي الاعم الاغلب يكون الحديث عن ايران اذا رايتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم الهرد هو الكركم هذا الكركم الذي يستعمل في صناعه وطبخ الاطعمه ماده الكركم المعروفه هذا اللون لون الكركم هو الذي يقال له لون الهرد وحينما يقال الهردي الهردي يعني الملون بهذا اللون فهو المنتسب الى لون الهرد الى لون الكركم يعني الكركمي في بعض النسخ وردت الكلمه الهروي وانا لا اريد ان اذهب وراء كل النسخ هذا هو الموجود في النسخه التي بين يدي مثلما قلت لكم أنا بصدد العرض الإجمالي لا أريد أن أذهب في التفاصيل كثيرا إذا رأيتم نارا من المشرق من جهة الشرق مثلما بينت قبل قليل إمامنا الباقر كان في المدينة في المدينة المنورة فحينما يتحدث عن المشرق يتحدث عن مشرق بلاد العرب انها ايران وما بعدها لكننا اذا اردنا ان ندقق في احاديث العتره الطاهره في الاعم الاغلب حينما يتحدثون عن المشرق يتحدثون عن ايران قطعا حينما يتحدثون عن ايران لا يتحدثون عن ايران بحدود الدوله الايرانيه في زماننا هذا الدول صارت لها حدود والعالم يعيش ضمن قوانين وكل هذا لم يكن موجودا في زمان هذه الاحاديث على اي حال اذا رايتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم شبه الهردي العظيم شيء عظيم كبير ملون بلون الهرد بلون الكركم هناك تغير في لون السماء لماذا ربما هي ايه كونيه ايه كونيه بسببها يحدث هذا اللون الغريب والعجيب في السماء وربما هي اثار تفاعلات كيميائيه قد تكون بسبب حرب كبيره وهذه من اثار الاسلحه المستعمله في تلك الحرب او ربما هو انفجار او حريق في مصنع للاسلحه الكيميائيه للاسلحه النوويه او لغير ذلك اذا رايتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثه ايام او سبعه فتوقعوا فرج آل محمد هذا الترديد ربما يكون من الراوي نفسه ربما يكون الإمام قد حدد الأيام فقال ثلاثة أو قال سبعة لكن الراوي نسي التحديد فوضع احتمالين في نقله للروايه اذا كان الترديد من الراوي اما اذا كان الترديد من الامام قطعا الامام عالم بالدقه لكنه حينما يتكلم بهذه الطريقه فهو ناظر الى تفاصيل قانون البداء فربما تطلع النار لثلاثه ايام اذا كان الشرط الفلاني قد توفر وربما تطلع سبعة أيام إذا كان الشرط الكذائي شرط آخر قد تحقق إذا رأيتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل حتى هذا القيد إن شاء الله عز وجل يشير إلى قانون البدء بالضبط مثل ما جاء بخصوص إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه سابعهم سابع الائمه الاثني عشر سابعهم قائمهم ان شاء الله تعالى هكذا ورد في الحديث بحسب قانون البداء وبحسب شرائطه وتفاصيله كان مرسوما ان يتحقق فرج للشيعه زمن الامام الكاظم لكنهم قصروا وقصروا كما هو حالهم دائما فكان الذي كان وجرى الذي جرى على امامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه من هنا جاء في احاديثهم الشريفه التي صدرت منهم قبل ولاده موسى بن جعفر سابعهم قائمهم ان شاء الله تعالى الواقفه احتجوا بمثل هذه الاحاديث انهم حمير لا يفقهون مضامينها مثل ما قال امامنا الكاظم لعلي البطائني قال له يا علي انت واصحابك اشباه الحمير والبطائني هذا كان من مراجع الشيعه الكبار زمن امامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. انا لا اريد ان احدثكم عن هذه التفاصيل. اذا رايتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثه ايام او سبعه فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل إن الله عزيز حكيم ثم قال الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان تلاحظون لحن الكلام المتقدمة يشير بوضوح الى البداء وتلك هي مرحله الارهاصات مثلما ميزت لكم بين الارهاصات وبين العلامات الحتميه التي تبدا من بدايه شهر رجب في السنه السابقه لسنه الظهور ما قبلها ارهاصات ولذا تلاحظون ان الامام ذكر عددين للايام وقال ايضا ان شاء الله عز وجل وقال ايضا فتوقعوا التوقع قد يتحقق وقد لا يتحقق اذا رايتم نارا من المشرق شبه الهردي العظيم تطلع ثلاثة أيام أو سبعة فتوقعوا فرج آل محمد إن شاء الله عز وجل إن الله عزيز حكيم هذا الكلام بخصوص الارهاصات انتقل الكلام الى العلامات الحتميه ثم قال الصيحه الصيحه انها الصيحه الكبيره التي تكون في شهر رمضان ثم قال الصيحه لا تكون الا في شهر رمضان في صبيحه اليوم الثالث والعشرين ويكون يوم جمعة الصيحة لا تكون إلا في شهر رمضان لأن شهر رمضان شهر الله والصيحة فيه هي صيحة جبرائيل إلى هذا الخلق ثم قال ينادي مناد من السماء باسم القائم فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب من بالمشرق بمشرق الارض جميعا ومن بالمغرب بمغرب الارض جميعا المشرق التي جاءت في اول الروايه مشرق بلاد العرب إنها إيران وما وراءها أما المشرق والمغرب هنا إنه مشرق الأرض جميعا مغرب الأرض جميعا الحديث عن الأرض كلها ثم قال ينادي مناد من السماء باسم القائم فيسمع من بالمشرق ومن بالمغرب لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد، لماذا؟ لهول الصيحة لعظمة هذه الآية لا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعا من ذلك الصوت فرحم الله من اعتبر بذلك الصوت فاجاب فان الصوت الاول هو صوت جبرائيل الروح الامين هذا الذي هو عند فجر اليوم الثالث والعشرين ثم قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثلاثة وعشرين فلا تشكوا في ذلك المراد عند الفجر عند نهاية الليلة فلا تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا وفي آخر النهار عند الغروب صوت الملعون ابليس اللعين ينادي الا ان فلانا المراد من فلان هنا بحسب الروايات عثمان بن عفان الا ان فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار إنه يشكك الشيعة بالنسبة للسنة النواصب هم أساسا لا يحتاجون لمثل هذا النداء هم يعتقدون أن عثمان ابن عفان قد قتل مظلوما الشك والحيرة عند الشيعة الشيعة دائما جاهزون لكي يفشلوا في الفتنة وجاهزون للتشكيك بأمر محمد وآل محمد على طول الخط لأنهم تعلموا هذا من مراجع حوزة الطوسي فمراجع حوزة الطوسي منذ أن أسسه الطوسي حوزته المشؤومه في النجف سنه 448 للهجره وهم يعيشون حاله شك منذ بدايه اوضاعهم الحوزويه الى ان يموتوا يتنقلون من شك الى شك شكوكهم مستمره في مقامات أهل البيت في شؤون أهل البيت في عقائد أهل البيت في أحاديث أهل البيت في تفسير أهل البيت بينما قلوبهم تذعن لما في كتب النواصب ولهذا فإنهم أسسوا دينا ناصبيا قذرا إنني أتحدث عن ديني مراجع حوزة النجف وكربلاء من الأموات من الأحياء ومن القادمين في الطريق ينتظرون موت السيستاني وفي آخر النهار صوت الملعون إبليس اللعين ينادي ألا إن فلانا قتل مظلوما ليشكك الناس ويفتنهم فكم في ذلك اليوم من شاك متحير قد هوى في النار الحديث عن الشيعه فاذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشكوا فيه انه صوت جبرائيل نذهب الى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله فداك قال قول الله عز وجل ولنبلونكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في اخر سلطانهم والجوع بغلا اسعارهم ونقص من الاموال قال كساد التجارات وقله الفضل ونقص من الانفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قله ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تاويله ان الله عز وجل يقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم لازال حديث امامنا الباقر مستمرا حيث يقول فاذا سمعتم الصوت في شهر رمضان فلا تشك فيه انه صوت جبرائيل وعلامه ذلك انه ينادي باسم القائم واسم ابيه حتى تسمعه العذراء في خدرها التي لم تتزوج بعد حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض اباها واخاها على الخروج يبدو ان النساء في الوسط الشيعي اكثر استجابه لامام زماننا من الرجال حتى تسمعه العذراء في خدرها فتحرض أباها وأخاها على الخروج وقال لا بد من هذين الصوتين قبل خروج القائم صوت من السماء وهو صوت جبرائيل باسم صاحب هذا الأمر واسم أبيه والصوت الثاني من الأرض هو صوت ابليس اللعين ينادي باسم فلان يعني عثمان بن عفان انه قتل مظلوما يريد بذلك الفتنه فاتبعوا الصوت الاول واياكم والاخير ان تفتنوا به في احاديث العتره الطاهره الذين ينجون من هذه الفتنه الذين كانوا على علم بهذه الفتنه من خلال روايتهم وحفظهم لاحاديث العتره الطاهره وقال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة هذه الزلازل زلازل العقول وزلازل القلوب هناك زلازل الأرض لكن الإمام هنا يتحدث عن زلازل العقول والقلوب الروايه هي هي لازال الحديث مستمرا الباقر يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يقوم القائم الا على خوف شديد من الناس هذا الخوف الشديد بسبب الحروب هذا الخوف الشديد بسبب كلب الناس فإن بعضهم يخاف من بعضهم لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك انها الاوبئه والامراض وسيف قاطع بين العرب اما هي حروب بين الحكومات او انها حروب داخليه حروب اهليه كل هذا موجود في البلاد العربيه ويبدو انه سينتشر شيئا فشيئا البلاد العربيه لا تخلو من هذه المعاني لكن الامر لم ينتشر لحد الان بشكل واضح وفي كل البلدان والدول وان كان الذي يبدو ان المراد من العرب هنا هم عرب المشرق الحديث عن السعوديه وعن اليمن وعن دول الخليج وعن العراق وعن الشام الكبير فحينما يكون الحديث عن العرب هؤلاء هم العرب لا يعني ان البلدان العربيه الاخرى ما هي ببلدان عربيه لكن المتبادر من هذا العنوان في زمان الحديث حينما يتحدث المتحدث عن العرب فان المعنى الذي يتبادر الى الاذهان جزيره العرب بحجازها ونجدها ويمنها ويمامتها وعمانها وسائر دول الخليج مع عراقها وشامها تلك هي بلاد العرب وحين اتحدث عن شامها عن شامها الكبير لا يقوم القائم الا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك وسيف قاطع بين العرب واختلاف شديد في الناس وتشتت في دينهم التشتت حاصل خصوصا في واقعنا الشيعي فكل مجموعة على دين فدين السيستاني له خصائصه ودين محمد حسين فضل الله له خصائصه ودين صادق الشيرازي له خصائصه وهكذا وتشتت في دينهم وتغير من حالهم حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا المراد من كلب الناس تهارشهم بالضبط مثلما يصف المرجع الشلمغاني الكبير لعنه الله عليه الذي لعنه امام زماننا كان مرجعا للشيعه مرجع تقليد للشيعه زمان الغيبه الصغرى يصف حاله الصراع فيما بين مراجع الشيعه انذاك والكلمه نقلها الشيخ الطوسي في كتابه الغيبه نقلها عنه هكذا يصف صراع المراجع على الزعامه الدينيه والمرجعيه الدينيه يقول كنا نتهارش عليها تهارش الكلاب على الجيف ويا ايها الشلمغاني اللعين لا زال مراجع الشيعه الى هذه اللحظه يتهارشون على المرجعيه تهارش الكلاب على الجيف وسيبقى هذا التهارش مستمرا الى زمان ظهور الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه حتى يخلصنا منهم ومن كلبهم ومن قذارتهم ومن تهارشهم على هذه الجيفه. حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس واكل بعضهم بعضا. المراد من اكل بعضهم بعضا هم لا ياكلون لحوم بعضهم هم لا ياكلون اجساد بعضهم وانما المراد من طريقه التعامل فيما بينهم وكيف يظلم بعضهم بعضا حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا فخروجه خروج الإمام إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، من أن يروا فرجا فيعطوب لمن أدركه وكان من أنصاره والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه لا زال امامنا الباقر يتحدث اذا خرج يقوم بامر جديد وكتاب جديد وسنه جديده وقضاء جديد على العرب شديد وليس شانه الا القتل قطعا للذين يستحقون القتل مراد الامام الباقر صلوات الله وسلامه عليه وليس شانه الا القتل الاشخاص الفاسدون الذين لا مجال لاصلاحهم ليس لهم من علاج الا الكي واخر الدواء الكي وليس شأنه إلا القتل لا يستبقي أحدا من الفاسدين ولا تأخذه في الله لومة لائم وليس شأنه إلا القتل لا يستبقي أحدا ولا تأخذه في الله لومة لائم ولا زال إمامنا الباخر يحدثنا اذا اختلف بنو فلان انهم العباسيون الذين يحكمون العراق بعد زوال الحكم المرواني من بغداد اذا اختلف بنو فلان فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج لانه سيكون قريبا وليس فرجكم إلا في اختلاف بني فلان نسأل الله تعالى أن يختلفوا فيما بينهم حتى يذبح بعضهم بعضا فإلى الجحيم هؤلاء هم العباسيون ألا لعنة على العباسيين ألا لعنة على العباسيين, ألا لعنة على العباسيين في حكمهم الاول الا لعنه على العباسيين في حكمهم الثاني وليس فرجكم الا في اختلاف بني فلان فاذا اختلفوا فتوقعوا الصيحه في شهر رمضان وخروج القائم وخروج القائم مثلما بينت لكم في الخارطة الإجمالية في الحلقة الماضية فإن الصيحة في شهر رمضان هي علامة من العلامات المهمة ومن العلامات الحتمية التي لا بد أن تتحقق في هذه الفترة ما بين رجب العلامات وبين شهر محرم الذي يكون محرم الظهور. قطعا كل هذا سيتحقق ويكون اذا كان الواقع الشيعي يتحرك باتجاه امام زمانه وفقا للسيناريو الثاني. تذكروا في بدايه مجموعه الحلقات هذه كان الحديث عن السيناريو الثاني وكان الحديث ايضا عن السيناريو الثالث اذا اختلف بنو فلان بنو العباس فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج وليس فرجكم الا في اختلاف بني فلان فاذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم إن الله يفعل ما يشاء إن الله يفعل ما يشاء هذا يعيدنا للحديث عن السيناريو الثالث هذا أمر موكول إلينا إلى الشيعة بإمكاننا أن نتحرك باتجاه امام زماننا وفقا للسيناريو الثاني الذي تتحقق فيه كل هذه التفاصيل ويمكن بسبب جفائنا وبسبب عدم مرابطتنا في فناء امام زماننا وبسبب عدم عملنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم بسبب هذا وغيره فإن قانون البداء سيتفعل وحينئذ سيلغى السيناريو الثاني مثلما ألغي السيناريو الأول سيناريو الغدير الأمة غدرت بسيناريو الغدير فعطل هذا السيناريو وجاءنا السيناريو الثاني سيناريو القربان اللهم تقبل من محمد وال محمد هذا القربان كما قالت عقيله بني هاشم ليله الحادي عشر في ارض كربلاء الشيعه ايضا اذا ما غدروا بالسيناريو الثاني بسيناريو القربان وعلائم غدرهم واضحه سيعطل هذا السيناريو وسيتحرك الواقع الشيعي باتجاه امام زماننا وفقا للسيناريو الثالث انه سيناريو اليوم الاخير لو لم يبق من عمر هذه الدنيا الى يوم واحد لطول الله ذلك اليوم هذا هو سيناريو اليوم الاخير من دون تمهيد من دون علامات من دون ارهاصات حينئذ سيكون الظهور بغته بشكل حقيقي كامل مطلق فتوقعوا الصيحه في شهر رمضان متى اذا اختلف العباسيون اذا اختلفت حكومه بغداد والنجف العباسيون هم الذين يتسلطون على العراق في النجف وفي بغداد اذا اختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة في شهر رمضان وخروج القائم وتوقعوا خروج القائم مثل ما مر علينا في الحلقة الماضية ان الله يفعل ما يشاء ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبون حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم ألا لعنة عليهم ألا لعنة عليهم ولعنة على اختلافهم ولن يخرج القائم ولا ترون ما تحبونه حتى يختلف بنو فلان فيما بينهم فإذا كان كذلك إذا اختلف عباسي بغداد والنجف فإذا كان كذلك طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياني وقال لا بد لبني فلان لبني العباس من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق هذا هو المشرق الذي قلت لكم ايران هذا من المشرق حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق من ايران وهذا من المغرب من سوريا فسوريا تقع غرب العراق وايران تقع شرق العراق يستبقان الى الكوفه كفرسي رهان كفرسي سباق هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان بني العباس على ايديهما اما انهم لا يبقون منهم احدا فالسفياني يقضي على الذين يقال عنهم من انهم من انصار ايران. والخراساني يقضي على الذين هم من اعداء ايران وينتهي الحكم العباسي الملعون في العراق وقال قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لا بد لبني فلان لبني العباس من ان يملكوا يحكموا في العراق فاذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم نحن نتحدث عن بني العباس في اخر الزمان حديث عن الخراساني والسفياني ليس الحديث هنا عن بني العباس الذين حكموا وانقرض حكمهم الا لعنه عليهم وعلى حكمهم الا لعنه على العباسيين في اخر الزمان ايضا انهم العباسيون المرجئيون البتريون الناصبيون لا بد لبني فلان من ان يملكوا فاذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت امرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان الى الكوفه كفرسي رهان كفرسي سباق لماذا الى الكوفه لان العاصمه الحقيقيه الكوفه حاكم العراق ليس في بغداد حاكم العراق في الكوفه في زماننا على سبيل المثال حاكم العراق هو السيستاني هذا هو حاكم العراق في الكوفه الذين في بغداد هؤلاء عبيد عند حاكم الكوفه عند دكتاتور الكوفه اتحدث عن دكتاتور النجف لا بد لبني فلان من أن يملكوا فإذا ملكوا ثم اختلفوا تفرق ملكهم وتشتت أمرهم حتى يخرج عليهم الخراساني والسفياني هذا من المشرق وهذا من المغرب يستبقان إلى الكوفة كفرس رهان هذا من هنا وهذا من هنا حتى يكون هلاك بني فلان على أيديهما اما انهم لا يبقون منهم احدا الا لعنه الله عليهم من اولهم الى اخرهم لعنه على العباسيين في حكمهم الاول ولعنه على العباسيين في حكمهم الثاني ثم قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه لازلت اقرا من الروايه نفسها خروج السفياني واليماني والخراسانى في سنه واحده انها السنه التي تسبق سنه الظهور في شهر واحد انه شهر رجب في يوم واحد في احد ايام الاسبوع الاول من شهر رجب هكذا يبدو من القرائن والتفاصيل التي ذكرت في عموم احاديثهم الشريفه التي تناولت هذا الموضوع خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده سنه زوجيه تكون سابقه لسنه فرديه التي سيتحقق فيها الظهور في الايام الاولى منها سنه اولها خميس اتحدث عن سنه الظهور يومها التاسع جمعه ويومها العاشر سبت سيكون ظهور الامام لاصحابه في يوم الجمعه وللعالم اجمع في يوم السبت خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده في شهر واحد في شهر رجب في يوم واحد نظام كنظام الخرس نظام الخرس هو نظام المسبحه هو نظام القلاده قلاده من خرس مسبحه من خرس تنظم في خيط واحد فاذا انقطع الخيط فان الخرز يتساقط تباعا تسقط خرزه بعدها خرزه وهكذا هكذا تكون العلامات من بدايه رجب العلامات فتاتي تباعا نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه فيكون الباس من كل وجه الاضطراب والخوف توقع القتل توقع الحرب في جميع الاتجاهات الناس في حاله خوف مستمر هذا هو الذي تحدثت عنه الروايات بالنسبه للعراق من ان العراق سيصيبه خوف لا قرار له ويل للعراق على طول التاريخ خوف بعد خوف اضطراب بعد اضطراب فيكون الباس من كل وجه ويل ويل لمن ناواهم لمن ناوى السفيانيه لمن ناوى اليمانيه لمن ناوى الخراسانيه ولمن نهوى جميع اصحاب الرايات ويل لمن ناواهم وليس في الرايات في هذه الرايات التي ذكرت، هناك رايات كثيره الحديث هنا عن الرايات الكبيره، الرايات الكبيره رايه السفياني، رايه اليماني، رايه الخراساني. والا فهناك رايات كثيره في العراق وغير العراق. لكن اكثر الرايات ستكون في العراق. وليس في الرايات رايه اهدى من رايه اليماني. هذه الراية الاهدى هي راية هدى لماذا؟ لانه يدعو الى صاحبكم هذه راية الحق الاولى لا يدعو الى نفسه لانه يدعو الى صاحبكم فاذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم قد يكون التحريم من مجلس الأمن الدولي مثلا من الدول التي تصنع سلاح من الدول العظمى فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فانهض وإذا خرج اليماني فانهض إليه إن كنت نائما فاستيقظ وإن كنت جالسا فقم وإن كنت قائما فتحرك بقوة وبشدة هذا هو معنى النهوض وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم لا أريد أن أسهب في الشرح والتفصيل والتبيين مثلما قلت لكم أريد أن ألخص المطالب بنحو إجمالي كي أضعها بين أيديكم نذهب إلى فاصل عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه, وسلامه علي عليه القائم الخائم. فقال ان يكون, يكون ذلك ولم يستدر, يستدر الفلك حتى يقال, يقال مات او هلك في اي واد سلك فقلت, فقلت وما استدارة الفلك. الفلك فقال, فقال اختلاف الشيعه بينهم وعن جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدون ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين, بين الحيرة, الحيرة والكوفة. والكوفة. لا زلت اقرا عليكم من غيبه النعماني من الطبعه نفسها صفحه 279 انه الحديث الخامس والاربعون بسنده عن بدر ابن الخليل الاسدي. قال: كنت عند ابي جعفر الباقري صلوات الله وسلامه عليه فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكونا منذ اهبط الله ادم صلوات الله عليه ابدا. وذلك ان الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال له رجل يا ابن رسول الله لا بل الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال له ابو جعفر امامنا الباقر اني لاعلم بالذي اقول انهما ايتان لم تكونا منذ هبط ادم المعروف علميا بالنسبه لخسوف القمر فانه يحدث في اواسط الشهر وهذا هو الذي يكون عليه الخسوف دائما خسوف القمر اكان كليا اكان جزئيا يكون في الايام التي هي في اواسط الشهر القمري اما كسوف الشمس اكان كليا أكان جزئيا فإنه يحدث في الأيام الأخيرة من الشهر القمري هذا هو المعروف والذي يعرفه أصحاب الحساب والتنجيم بالنسبة للخسوف والكسوف خسوف القمر دائما يكون في اواسط الشهر القمري وكسوف الشمس دائما يكون في اواخر الشهر القمري لكن الذي سيحدث في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحه قلت لكم في رجب العلامات في شهر رجب اهم علامة ومنذ بدايته ظهور السفياني وصاحباه صاحباه اليماني في اليمن والخراساني في ايران والسفياني في سوريا وفي دمشق تحديدا في دمشق سترتفع رايته وسيوحد البلاد وسيقضي على مناوئه شعبان ما فيه من علامه خاصه شهر رمضان العلامه الاولى الصيحه في الثالث والعشرين من شهر رمضان عند الفجر صيحه الهدى لا شان لنا بصيحه الضلال عند الغروب نحن لا نبالي بها نحن الزهرائيون الذين نعتقد بأحاديث العترة ولا نتبع منهج حوزة الطوسي نحن الذي ديننا يناقض دين حوزة الطوسي بدرجة مئة بالمئة لا نبالي بهذا الهراء بهراء إبليس لأننا متيقنون من صحة أحاديث أئمتنا نحن لا نقيم الأحاديث وفقا لقذارات علم القنادر علم الرجال نحن لا نفهم الأحاديث وفقا لقذارات علم الأصولي ولا نشخص عقائدنا وفقا لقذارات علم الكلام هذه القذارات نحن تركناها لايات الله العظمى في النجف وكربلاء ولذا لا نبالي بالصيحه الثانيه الصيحه عند الفجر وهناك خسوف وكسوف في غير موعدهما فالكسوف سيكون في النصف من شهر رمضان كسوف الشمس بحسب ما هو معروف الكسوف يكون في اخر الشهر ولكن في شهر رمضان في شهر رمضان الذي هو شهر علامات مثلما هناك شهر رجب شهر علامات، شهر رمضان شهر علامات. سيكون كسوف الشمس في اواسط الشهر وسيكون خسوف القمر في اواخر الشهر والى هذا يشير إمامنا الباقر بدر ابن الخليل الاسدي يقول كنت عند الباقري صلوات الله عليه فذكر آيتين تكونان قبل القائم لم تكونا منذ اهبط الله ادم صلوات الله عليه ابدا لم تكونا ابدا وذلك ان الشمس تنكسف في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال له رجل يا ابن رسول الله لا بل الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال له الباقر صلوات الله عليه اني لاعلم بالذي اقول الذي تقوله انت هذا هو الذي جرى عليه الامر سابقا لكن العلامه لا بد ان تكون مختلفه إني لأعلم بالذي أقول إنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم فهذا هو المراد من كسوف للشمس وخسوف للقمر في غير موعدهما الموعد الذي جرى عليه الأمر منذ زمان ابينا ادم والى شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحه فان الخسوف يكون في اواسط الشهر القمري والكسوف في اواخر الشهر القمري لكن في شهر رمضان الذي تكون فيه الصيحه سيكون الامر منعكسا فان الكسوف سيكون في اواسط الشهر وان الخسوف سيكون في اواخر الشهر نذهب الى فاصل. عن الحسين بن المختار عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: اذا هدم حائط مسجد الكوفه مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود فعند ذلك زوال ملك بني فلان اما ان هادمه لا يبنيه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل ازقه الكوفه عن بدر ابن الخليل الازدي قال قال امامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه ايتان ايتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط ادم عليه السلام الى الارض تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان والقمر في اخره فقال الرجل يا ابن رسول الله تنكسف الشمس في اخر الشهر والقمر في النصف فقال ابو جعفر الباقر صلوات الله عليه اني لاعلم بما تقول ولكنهما ايتان لم تكونا منذ هبط ادم عليه السلام بعد شهر رمضان ياتينا شهر شوال الذي سيشول فيه امر القوم يتلاشى أمر العباسيين وينحسر شيئا فشيئا ألا لعنة الله عليهم ثم يأتينا ذو القعدة وليس هناك من علامات مهمة هناك اضطراب خصوصا بالسعودية في زماننا تسمى بالسعودية في زمن الظهور لا ادري هل ستبقى هذه الدولة هل ستزول هل الظهور في ايامنا هذه وحينئذ سيكون الحديث عن السعودية المعاصرة على أي حال حدثتكم عن هذه المطالب حتى نصل إلى ذي الحجة في ذي الحجة العلامة الأهم قتل النفس الزكية إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة السابعة بعد الثلاثمائة إنه الحديث الحادي وثمانون بسنده إلى أبي بصير عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل الى ان يقول امامنا الباقر صلوات الله عليه يقول القائم لاصحابه يا قوم ان اهل مكه لا يريدونني ولكني مرسل اليهم لاحتج عليهم بما ينبغي لمثلي ان يحتج عليهم. سيرسل رسوله الذي يعرف بالنفس الزكية في احاديث العطرة الطاهرة ويكون ذلك في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة. فإذا ما انقضت ايام ذي الحجة فان سنه الظهور قد بدات ما بين مقتل النفس الزكيه وبدايه سنه الظهور هي الايام المتبقيه من شهر ذي الحج يقتل في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي الحجه. الإمام يقول لأصحابه: يا قوم إن أهل مكة لا يريدونني ولكنني مرسل إليهم لأحتج عليهم بما ينبغي لمثلي أن يحتج عليهم فيدعو رجلا من أصحابه هذا هو الذي تلقبه الروايات والأحاديث بالنفس الزكية فيدعو رجلا من أصحابه فيقول له أمض إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم أنا رسول قائم آل محمد إليكم أنا رسول الحجة ابن الحسن إليكم امضي إلى أهل مكة فقل يا أهل مكة أنا رسول فلان إليكم وهو يقول لكم إن أهل بيت الرحمة ومعدن الرسالة والخلافة ونحن ذرية محمد وسلالة النبيين وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إلى يومنا هذا فنحن نستنصركم فانصرونا فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام فاذا تكلم هذا الفتى ليس بالضروره ان يكون المراد من الفتى من انه يافع من انه صغير السن نحن نعرف من ان اصحاب القائم شباب لا كهول فيهم الا كالملح في الطعام ليس فيهم من شيوخ ليس فيهم من هو في سني بحسب الروايات أصحاب القائم شباب الكهول فيهم كالملح في الطعام ما هو سن الكهولة في الروايات والأحاديث سن الكهولة في الروايات والاحاديث هو سن الثلاثون هكذا يقول امامنا الصادق الثلاثون سن الكهوله اما الاربعون فهو سن الشيوخ فالشيخ هو الذي اكتمل عقله ومعروف ان الانسان يتكامل عقله قطعا نحن نتحدث هنا عن تكامل نسبي لكل شخص بحسبه يتكامل عقله في سن الاربعين ومن هنا فان الاحاديث تصف سن الاربعين بسن الشيوخ وسن الثلاثين بسن الكهول هذا يعني ان سن الشباب هو دون ذلك واصحاب القائم شباب لا كهول فيهم الا كالملح في الطعام واقل الطعام الملح الروايات هكذا تقول اقل الطعام الملح لاننا نضيف الى قدر كبير من الطعام مقدارا يسيرا من الملح قد يشعر هذا التعبير من ان الكهوله هم قادتهم هم الاشرف لان الملح هو اشرف ما في الطعام قد يفهم هذا المعنى من لا اريد ان اخوض في هذه التفاصيل الصغيره ومصطلح الفتى قد تطلق على الشيخ الكبير مصطلح الفتى قد تطلق على الوصي لا فتى إلا علي يعني لا وصية إلا علي حينما نقرأ في سورة الكهف على سبيل المثال في الآية الستين بعد البسملة وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا قال لفتاه لوصيه إنه يوشع يوشع ابن نون الفتى هو الوصي لا فتى إلا علي لا وصي إلا علي والفتى قد تكون بمعنى الشجاع الكريم من دون النظر الى العمر قد يكون يافعا قد يكون شيخا لا اريد ان ادخل في تفاصيل معنى الفتى اكثر من ذلك هناك الكثير من الكلام عن معنى الفتوه في سوره الكهف ايضا حينما كان الحديث عن اصحاب الكهف ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا وتستمر الايات في الحديث عنهم في الايه الثالثه بعد العاشره انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى ما كانوا صغار السن كانوا كبار السن ولكنهم وصفوا بالفتيه لشجاعتهم ولكرمهم ولفضلهم اعود الى ما حدثنا به امامنا الباخر فاذا تكلم هذا الفتى وربما يكون يافعا فاذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام اتوا اليه من حكام السعوديه قطعا لم ياتوا بانفسهم وانما عبر قواتهم فإذا تكلم هذا الفتى بهذا الكلام أتوا إليه فذبحوه بين الركن والمقام وهي النفس الزكية هذه هي النفس الزكية التي تقتل بين الركن والمقام مثل ما يقول أئمتنا فإذا سفك الدم الحرام في الشهر الحرام في شهر ذي الحجه في البلد الحرام في مكه وفي اقدس اماكنها ما بين الركن والمقام بدانا نقترب اقترابا شديدا من زمان ظهور قائم ال محمد صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين اعتقد ان الخارطه الاجماليه صارت واضحه وواضحه لديكم ما يقوم به هؤلاء النواصب من قتل النفس الزكيه ما هو بغريب فهذا فعل اسلافهم وهم ورثوا ذلك عن ابائهم واجدادهم لا اتحدث عن الاباء والاجداد النسبيين بالضروره وانما اتحدث عن الاباء والاجداد في العقيده في الدين في المبدا الامه ارتدت بعدما قتل الصحابه النبي الاعظم بعدما سمموه وقتلوه وانقلبوا على مشروع الغدير الأمة ارتدت لم يبقى على الدين إلا ثلاثة سلمان والمقداد وأبو ذر هذه أحاديث العترة الطاهرة بعد ذلك بدأوا يعودون إلى الأمير شيئا فشيئا وكانوا قلة قليلة والامه بعد مقتل سيد الشهداء ارتدت ايضا هكذا نقرا في زياره الناحيه الناحيه المقدسه هذا هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الانوار للمجلس وطبعه طبعة دار احياء التراث العربي انها الصفحه الثانيه والعشرون بعد الثلاثمائه فالويل للعصاه الفساق لقد قتلوا بقتلك الاسلام الامه ارتدت ليس هناك من اسلام لقد قتلوا بقتلك الاسلام وعطلوا الصلاه والصيام ونقضوا السنن والاحكام. وهدموا قواعد الايمان. وحرفوا ايات القران، حرفوها لفظا ومعنى. وهملجوا في البغي والعدوان. وفي بعض النسخ وهجموا في البغي والعدوان، والمعنى واحد. الهملجه هي حركه سريعه للفرس. وهملجوا في البغي والعدوان لقد اصبح رسول الله صلى الله عليه واله موتورا وعاد كتاب الله عز وجل مهجورا وغدر الحق اذ قهرت مقهورا وفقد بفقدك يا حسين وفقد بفقدك التكبير والتهليل والتحريم والتحليل والتنزيل والتأويل وظهر بعدك التغيير والتبديل والإلحاد والتعطيل والأهواء والأضاليل والفتن والأباطيل هذا الذي آل إليه حال الأمة الروايات حدثتنا من أن الأمة ارتدت إلا أفراد قلائل عادوا إلى الإمام السجاد الأمة ارتدت بعد أن قتل الصحابة رسول الله بالسم والأمة ارتدت بعد أن قتلت الأمة حسيناً وبقيت الامه على ارتدادها بعد مقتل الحسين الى هذه اللحظه الشيعه ايضا ارتدوا منذ بدايات الغيبه الكبرى ما ان توفي السمري السفير الرابع حتى بدات الشيعه تنسلخ من دينها عبر المراجع الجدد عبر ابن الجنيد وعبر العماني وعبر, وعبر 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 بدات الشيعه تنسلخ من دينها الى ان وجه الامام الحجه رسالته إلى الشيخ المفيد سنة أربعمية وعشرة للهجرة وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون لقد ارتدوا نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هم يعلمون بما فعلوا وبما يفعلون فارتد اكثر مراجع الشيعه والشيعه في الاعم الاغلب تبعت هؤلاء المرتدين والى يومنا هذا الى يومنا هذا الواقع الشيعي هذا حاله ماذا تقولون عن الذين يصفهم الامام الحجه بهذه الاوصاف ومعرفتنا بالزلل الذي اصابكم فهم على زلل مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه يعني انهم ابدعوا بدعا جديده في الدين تركوا ما كان عليه السلف الصالح مذ جنح كثير منكم الى ما كان السلف الصالح عنه شاسعه ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم غدروا بمواثيق بيعه الغدير كأنهم لا يعلمون ليس عن شبهة هم يعلمون بما فعلوا وبما يفعلون هذا ارتداد أو ليس بارتداد ماذا نقرأ في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين من هم هؤلاء القوم الكافرون الذين بايعوا بيعه الغدير ونقضوها هؤلاء هم المسلمون بايعوا بيعة الغدير ولكنهم نقضوها إمام زماننا يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أن حالهم هو هذا ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون امامنا الصادق وصفهم من قبل ذلك من انهم اضر على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه وقال عنهم من انهم ضلوا واضلوا شيعتنا هؤلاء مرتدون او ليسوا بمرتدين وماذا قال الامام الصادق ايضا حينما كان يتحدث عن الشيعي الذي لا يريد الا صيانه دينه وتعظيم وليه فماذا قال امامنا الصادق لم يتركه فان الله لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر الامام يتحدث عن مرجع التقليد الاعلى عند الشيعه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر هؤلاء مرتدون او ليسوا بمرتدين ماذا تقولون انتم ما هذا هو منطق القران وهذا هو منطق إمامنا الصادق وهذا هو منطق إمام زماننا من أين تأخذون دينكم من القرآن فهذا هو القرآن وعودوا وتدبروا في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة وكلنا نعرف في ثقافتنا الشيعية من أن الآية هذه في بيعة الغدير وتدبروا في كلام امامنا الصادق حينما يصف المرجع الاعلى عند الشيعه في التقليد من انه ملبس كافر لا اتحدث عن شخص بعينه بشكل عام الامام تحدث عن اكثر مراجع التقليد عند الشيعه زمان الغيبه الكبرى وكلام امام زماننا واضح من انهم نبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا هو واقع الامه عموما وواقع الشيعه خصوصا نذهب الى فصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند ابي جعفر الثاني امامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمه فمكثوا الف دار ثم خلق جميع الاشياء فاشهدهم خلقها واجرى طاعتهم عليها وفوض امورها اليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد هل تريدون ان تفحصوا انفسكم بموازين صاحب الزمان بموازين محمد وال محمد هل تريدون ان تفحصوا انفسكم هل انتم من الشيعة المرتدين أو لا فأكثر مراجع التقليد عند الشيعة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قد ارتدوا عن دينهم والذين ساروا على منهجهم هم أيضا قد ارتدوا عن دينهم الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان عودوا اليه بانفسكم امير المؤمنين يقول الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر حينما تقرؤون الادعيه والزيارات هل تتدبرون فيها دعاء الندبه الشريف ماذا يقول ونحن نخاطب امام زماننا اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده اين المؤمل لاحياء الكتاب هناك عمليه احياء للكتاب ماذا يقابلها هناك عمليه اماته يعني ان الطرف الذي يقابل الامام قام بعمليه اماته للكتاب اماته اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده فالإمام آتٍ بعملية إحياء للكتاب وحدوده ما المراد من حدوده؟ هل تتوقعون أن المراد من الحدود هنا مثلاً حد الزنا وحد السرقة هذه المطالب جزئيه ليست لها الاولويه هناك اولويه يتحدث عنها دعاء الندبه اولويه جاءت معطوفه على الكتاب نفسه فهل احياء الكتاب بإقامة حد الزنا مثلا وحد السرقه إحياء الكتاب بإقامة معارفه وأسراره بتحقيق حقائقه أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده ما هي حدود الكتاب بشكل سريع ساعرض لكم حدود الكتاب الحد الاول من حدود الكتاب الحدود هي النهايات التي يصل اليها مضمون الكتاب هذا الكتاب الذي اماتوه واماتوا حدوده ومر علينا من ان الامام الحجه يبدا بكذابي الشيعه يبدا بدجالي الشيعه الاماته اماته في الواقع الشيعي انها هي هي التي تحدث عنها امام زماننا في رسالته الى الشيخ المفيد ونبذوا العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون الحد الاول من حدود الكتاب ما جاء في سوره ال عمران في الايه السابعه بعد البسمله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هذا هو الحد الاول من حدود الكتاب اذا اردنا احياءه فلا بد ان يبدا الاحياء من هنا وإذا أردنا إماتته فلا بد أن تبدأ الإماتة من هنا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف وكربلاء. أماتوا الكتاب ولذا هم في مواجهة الذي سيقوم بإحياء الكتاب وفعلوا ذلك عمدا مثلما وصفهم صلوات الله وسلامه عليه ونبذ العهد الماخوذ منهم وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون هذا الحد الاول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم عمليا مراجع النجف وكربلاء في تفاسيرهم على الاطلاق لم يراعوا هذا الحد واعطوا للتاويل معنى بعيدا عن المعنى الذي يتحدث عنه القران جعلوا التاويل معنى ثانويا الله يقول وما يعلم تاويله يعني حقيقته تاويل الشيء ان نعود به الى اوليته الى حقيقته فهل القران يقول من ان المعاني الثانويه لا يعلمها الا الله والراسخون في العلم هل هذا الكلام منطقي ايه بلاغه هذه وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم تاويله تفسيره الحقيقي العوده به الى اوله الى اصله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم هذا الحد الاول من حدود الكتاب الحد الثاني هذا الجزء الاول من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع احاديثنا التفسيريه هذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلمي بيروت لبنان اقرا عليكم ما جاء في الصفحه التاسعه والعشرين الحديث الثاني عن هشام بن سالم عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من فسر القران برايه فاصاب لم يؤجر وان اخطا كان اثمه عليه يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من ان المجتهد اذا اصاب له اجران واذا اخطا له اجر هذا منطق سقيفه بني ساعده هذا منطق النواصب اللعناء منطق ال محمد هو هذا من فسر القران برايه فاصاب لم يؤجر وان اخطا كان اثمه عليه والاجتهاد عمل بالراي الحديث السادس عن عمار بن موسى عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحكومه عن القضاء الحكومه القضاء سئل عن الحكومه عن القضاء قال من حكم برايه بين اثنين فقد كفر يعني من اجتهد من حكم برايه بين اثنين فقد كفر يعني من قام بقضاء شرعي واعتمد على اجتهاده ورايه فقد كفر ومن فسر برايه ايه من كتاب الله فقد كفر اعيد قراءه الروايه عليكم عن عمار بن موسى عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحكومه عن القضاء فقال من حكم برايه بين اثنين فقد كفر ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر في الصفحة الثلاثين الحديث الثاني عن المعمر ابن سليمان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول قال أبي قال الباقر امامنا الصادق يحدثنا عن الباقر وانما يحدث الائمه عن الائمه كي يلفتوا انظارنا الى اهميه الحديث من انهم قد تحدثوا بهذا المضمون جميعا ماذا قال امامنا الباقر وماذا قال امامنا الصادق صلوات الله عليهما ما ضرب رجل القران بعضه ببعض الا كفر هذا الذي يتحدثون عنه من انهم يفسرون القران بالقران ما كل الفضائيات الشيعيه تتحدث في برامجها القرانيه بهذا المنطق هؤلاء كفار بحسب محمد وال محمد هذه الفتاوى من محمد وال محمد وليست من المراجع الثلان في النجف قطعا لو كانت هذه الفتاوى صادره من هؤلاء المراجع الثلان في النجف لقدسوها ولعملوا بها لكنها تصدر عن الباقر عن الصادق يدوسون عليها باحذيتهم الامام الصادق يقول قال ابي الباقر ما ضرب رجل القران بعضه ببعض الا كفر بالضبط هذا هو منهج الطباطباء في الميزان انه يفسر القران بالقران بعيدا عن احاديث العتره الطاهره انا لا اعترض على تفسير القران بالقران وفقا لمنهج العتره انما اعترض على هذا المنهج الكافر الائمه يقولون عن عن منهج الطباطباء في الميزان حينما يفسر القران بالقران بعيدا عن منهج العتره في التفسير كل التفاسير الشيعيه في الكتب على المنابر في الفضائيات يفسرون القران بهذا الاسلوب بهذا المنهج والائمه يقولون ما ضرب رجل القران بعضه ببعض الا كفر من فسر برايه ايه من كتاب الله فقد كفر من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر لم يؤجر وهو كافر ايضا وان اخطأ كان اثمه عليه هذا هو الحد الثاني من حدود الكتاب الحد الاول وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم الحد الثاني الراسخون في العلم هم الذين قالوا لنا ما ضرب رجل القران بعضه ببعض الا كفر من فسر ايه من كتاب الله برايه فقد كفر هذا هو الحد الثاني الحد الثالث وهو الحد الاعظم انها بيعه الغدير اقرا عليكم ما جاء في خطبه النبي صلى الله عليه واله في بيعه الغدير التي تشتمل على مواثيق البيعه اقرا عليكم من اقبال الاعمال للسيد ابن طاووس المتوفى سنة ستمية وأربعة وستين للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة سبعمية وسبعة وستين هذا الميثاق أخذه رسول الله علينا وعلى هذا بايعنا معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره إلا الذي أنا آخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم أن من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي. هذا هو ميثاق بيعة الغدير. معاشر الناس معاشر الناس تدبروا القرآن وافهموا آياته ومحكماته ولا تتبعوا متشابهه فوالله لا يوضح تفسيره الا الذي انا اخذ بيده ورافعها بيدي ومعلمكم ان من كنت مولاه فهو مولاه وهو علي الى ان يقول صلى الله عليه واله اني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي هذه مواثيق بيعه الغدير قطعا هذا جانب منها اني قد بينت لكم وفهمتكم هذا علي يفهمكم بعدي ولذا فان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال لنا في نهج البلاغة الشريف أقرأ عليكم من الخطبة الثامنة والخمسين بعد المئة خطبة مئة وثمانية وخمسين صفحة مئة وثمانية وخمسين إنها طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه حاولوا أن تصلوا إلى تفسيره ولن ينطقه لن ينطقه لن للنفي التأبيدي لن تصلوا إلى تفسيره ولكن أخبركم عنه هذا هو تطبيق لنفس مواثيق بيعة الغدير ذلك القرآن فاستنطقوه جربوا جربوا أن تفسروه ولن ينطق لن للنفي التأبيدي لن ينطق أبدا بينما مراجع النجف وكربلاء يقولون اننا نستنطق القرآن من أم ذاكم طيح الله حظكم، أمير المؤمنين يقول ولن ينطق كيف تستنطقون القرآن؟ فلان طيحين الحظ أمير المؤمنين هكذا يقول أنني أخاطب آيات الله العظمى لا أخاطب الحمير الصغار المعممين صغار اخاطبوا الحميره الكبار الذين ينقضون بيعه الغدير ويقولون من اننا نستنطق القران حين الحظ امير المؤمنين يقول ذلك القران فاستنطقوه ولن ينطقه ولكن اخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي عذول الغبران النجف وكربلة يطلعون علم ما يأتي من القرآن ما الله حظهم وحظ عقولهم ولكن أخبركم عنه ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم هؤلاء هم داؤنا مراجع النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة في النجف هؤلاء هم داؤنا ومرضنا مرضنا العضال هؤلاء المراجع ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن اخبركم عنه الا ان فيه علم ما ياتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم وفي موضع اخر سيد الاوصياء يقول في الخطبة الخامسة والعشرين بعد المئة خطبته وكلامه المرقم مئة وخمسة وعشرين صفحة مئة وتسعة وعشرين هذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين خط مستور لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وانما ينطق عنه الرجال من هم الذين ينطقون عنه تعالوا كي نذهب الى الزياره الجامعه الكبيره اقرا عليكم من مفاتيح الجنان هكذا نخاطبهم من أن الله جعلهم حفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه هؤلاء هم تراجمة الوحي وليس الغبران الذين في النجاة وليس هذا الوائل الجاهل بحقائق القرآن وفقا لثقافة العترة ولا هؤلاء الخطباء الحمير الذين يقلدونه تراجمة الوحي هؤلاء محمد وال محمد هكذا نخاطبهم وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمه لوحيه وماذا نقرا ايضا في زياره ال ياسين ونحن نخاطب امام زماننا فماذا نقرا في زياره ال ياسين اقرا عليكم من مفاتيح الجنان السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه فصاحب الزمان هو ترجمان القران السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه هكذا يقول امير المؤمنين في نهج البلاغه الشريف هذا القران انما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان وانما ينطق عنه الرجال انه محمد وال محمد وفي نهج البلاغه ايضا يخبرنا امير المؤمنين عن ان صاحب الزمان في زمان غيبته الكبرى يوصل التفسير الى اوليائه المخلصين امير المؤمنين في خطبته المرقمه 150 صفحه 148 وهو يتحدث عن الغيبه الكبرى وعن الفتن العظيمه وعن الامام الغائب الشاهد في ستره عن الناس صاحب الامر لا يبصر القائف اثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم من الشيعة شحذ القين النصل، القين هو الحداد تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم، من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم انه صاحب الامر؟ لو كان مراجع النجف وكربلاء من الاولياء المخلصين لصاحب الامر لرمى في مسامعهم بالتفسير. بس ثم طايح حظهم ذهبوا الى المنهج العمري وكتبوا تفاسيرهم ان صبيه القذره بعيدا عن امام زمانهم لو كانوا نوابا لصاحب الزمان كما يقول هؤلاء الدجالون الكذابون السفله لو كانوا نوابا فعلا كما يقولون لرمى الامام بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح ولتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم لكننا لا نرى شيئا من ذلك على طول تأريخ هذه الحوزة السفيهة التي ما انتجت لنا منذ سنة 448 إلا السفاهة والسفهاء الأشخاص سفهاء وما ينتجونه لنا ينتجون سفاهه وحقاره فابعدوا اجدادنا واباءنا وابعدونا عن امام زماننا لانهم هم بعيدون عن امام زمانهم كل هذه الحقائق تحدث عن ذلك انا ما جئتكم بحديث من صحيفه سياسيه او من صحيفه خبريه أو من مجلة للأزياء مثلا أو من مذكرات سياسية أو من كتب الوهابية والنواصب أنا أقرأ عليكم من قرآنهم ومن نهج البلاغة ومن أدعيتهم وزياراتهم ومن رواياتهم وأحاديثهم إنني أقرأ عليكم مواثيق بيعة الغدير فأين مراجع النجف وكربلاء هؤلاء الحمقى الأغبياء السفهاء الناقضون لبيعه الغدير اين هم عن هذه الحقائق زنوهم وزنوا انفسكم بهذه الموازين قبل ان يظهر امام زمانكم او قبل ان تموتوا على هذا الدين القذر الوسخ على دين المرجئه والبتريه والنواصب ماذا تقولون انتم ماذا تقولون مع كل هذه الحقائق الائمه تركوا لنا الاحاديث التفسيريه ومع ذلك صاحب الزمان في زمان الغيبه اضافه الى الاحاديث التفسيريه هو يرمي بحقائق التفسير في مسامع اوليائه المخلصين ويرمى بالتفسير في مسامعهم من الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم صاحب الامر بالوسائط والاسباب والسبل ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الاول قال لايه في كتاب الله عز وجل لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما قال قلت وما يعني بتزايلهم قال ودائع مؤمنون في اصلاب قوم كافرين فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر ابدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل فإذا خرجت ظهر على من ظهر من اعداء الله عز وجل جلاله فقتله الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تمثل لنا الحد الاعظم والحد الاكبر للكتاب لذا دائما اقول من ان الايه هذه هي الايه الحاكمه على الكتاب كله بل هي حاكمه على النبوه كلها وحاكمه على التوحيد كله وحاكمه على الدين كله في ظاهره وباطنه الايه صريحه وواضحه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في علي في بيعه الغدير وان لم تفعل فما بلغت رسالته انها الرساله التي تشتمل على التوحيد ونبوه محمد وسائر التفاصيل والقرآن جزء من نبوة محمد صلى الله عليه وآله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس الذين يرفضون بيعة الغدير إن الله لا يهدي القوم الكافرين الكافرون الذين رفضوا بيعه الغدير اساسا او بايعوا ونقضوا نقضوها وفقا لطريقه نواصب سقيفه بني ساعده او نقضوها وفقا لطريقه سقيفه بني طوسي بني مرجعيه بني نجف سود الله وجوههم في الدنيا والاخره الايه واضحه وصريحه جدا وهي التي اجملت لنا كل المطالب التي قراتها عليكم ما قرات عليكم من كلام امير المؤمنين في نهج البلاغه ما قرات عليكم مما جاء في زياره الجامعه او في زياره ال ياسين ما قراته عليكم من خطبه النبي صلى الله عليه واله في يوم الغدير التي تشتمل على مواثيق البيعه ما قراته عليكم من تفسير العياشي من الاحاديث التي جاء فيها من ان الذي يفسر ايه من كتاب الله برايه فقد كفر الى بقيه المضامين وما قراته ايضا من القران نفسه من سوره ال عمران من الايه السابعه بعد البسمله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الى بقيه المضامين التي اشرت اليها والتي اجملها لنا رسول الله صلى الله عليه واله في حديث الثقلين ما ان تمسكتم بهما بالكتاب والعتره لن تضلوا بعدي ابدا ما ان تمسكتم بهما كل المضامين بمثابه شرح وتفصيل لهذه الكلمه الموجزه الامه حين ارتدت لانها كفرت بهذه الوصيه بعدما قتل الصحابه رسول الله الامه ارتدت في سقيفه بني ساعده لماذا لانها كفرت بوصيه رسول الله والامه حين ارتدت بعد قتل الحسين لماذا لانها قتلت الحسين وقتل الحسين كفر بوصيه رسول الله والشيعه ارتدوا بعد انتهاء الغيبه الصغرى وعند ابتداء الغيبه الكبرى لانهم كفروا بمضمون بيعه الغدير مضمون بيعه الغدير هو هذا حديث الثقلين. هي هذه الحقائق التي احدثكم عنها. اعود الى دعاء الندبه الشريف. اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده؟ حدود الكتاب هي هذه الجهات التي ينتهي عندها الكتاب. تنتهي عندها معارف الكتاب. هذا المراد من حدود الكتاب وليس المراد من الحدود حد الزنا عمليه الاماته للكتاب كله ما قيمه حد الزنا وكم مره سيجرى الحدود هي هذه الحقائق التي حدثتكم عنها اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده الطرف الاخر قام بعمليه اماته وعمليه الاماته بالضبط المنهج الذي يتناقض مع الحقائق التي طرحتها عليكم قبل قليل وهذا هو منهج مراجع حوزه النجف وكربلاء الذين فسروا القرآن من مراجع حوزة النجف ومن مراجع حوزة كربلاء هم الذين قاموا بعملية إماتة كتاب الله وهذا هو الارتداد هذا هو الارتداد بعينه ونبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون ثم ماذا نقرا في الجمله التي بعد هذه الجمله اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده اين محيي معالم الدين واهله اهل الدين موتى ايضا مرتدون ما هو المرتد ميت القران هكذا يقول ما انا الذي اقول اذا ما ذهبنا الى سوره الانعام والى الايه الثانيه والعشرين بعد المئه بعد البسملة "أو من كان ميتا فأحييناه بأي شيء بمعرفته لإمام زمانه فأحييناه وجعلنا له نورا إماما معرفة بإمامه يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو الذي ارتد عن إمام زمانه هكذا الأمة ارتدت بعد أن قتل الصحابة رسول الله قتلوه بالسم وعقدوا بيعتهم في سقيفة بني ساعده هذا هو حال الامه بعد ان عقدوا البيعه في سقيفة بني ساعده سلمان والمقداد وابو ذر هؤلاء هم او من كان ميتا فاحييناه بعلي وجعلنا له نورا يمشي به في الناس هذا سلمان المقداد أبو ذر وامثالهم على طول التأريخ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هؤلاء هم أئمة سقيفة بني ساعده ومن والاه ومن تابعه وهؤلاء هم هم الذين قتلوا الحسين وحال الامه بعد مقتل الحسين هو هذا كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وهذا هو حال اكثر مراجع الشيعه منذ بدايه الغيبه الكبرى والدليل فتاواهم هذا الذي يصدر الفتاوى من ان ذكر علي يبطل الصلاه هل ينطبق عليه ما جاء في اول الايه او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس بالله عليكم ماذا تقولون او ان اخر الايه اخر ما جاء في هذا المقطع من الآية كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هو الذي ينطبق عليهم ينطبق على المرجع الأعلى وعلى المراجع الباقي الذين أصدروا ويصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة ماذا تقولون أنتم هؤلاء لهم نور يمشون به في الناس أم أنهم في الظلمات ليسوا بخارجين منها وحق الزهراء البتول هؤلاء في الظلمات ليسوا بخارجين منها أي نور لهؤلاء هل لهؤلاء من نور حتى يصدر الفتاوى من أن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة من تفعل فتاواكم وتفعل صلاتكم وتفعل دينكم وتفعل عوزتكم القذرة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أعود إلى دعاء الندبه الشريف اين محي معالم الدين واهله معالم الدين انها العقيده اماتوها امهتوا العقيده الصحيحه العقيده الصحيحه الدين له اصل واحد هو الامام المعصوم يا علي انت اصل الدين مراجع النجف وكربلاء اماتوا هذه العقيده الأصيلة الصحيحة السليمة وجاؤونا بعقائد الأشاعرة والمعتزلة قالوا لنا إن أصول الدين خمسة جعلوا الإمامة أصلا خامسا ولكنهم يعتبرونها فرعا ليس أصلا يضحكون على الشيعة يقولون لهم هذه أصول الدين انهم يجعلون الامامه من اصول المذهب اصول دينكم يا ايها الشيعه هي اصول دين الاشاعره النواصب التوحيد النبوه المعاد الامامه والعدل من اصول المذهب سلوهم سلوا مراجعكم الثيران كي يخبروكم عن ذلك واقرؤوا اجوبتهم على مواقعهم الالكترونيه وعودوا الى رسائلهم العمليه الى الرسائل التي كتبت فيها العقائد الامامه من اصول المذهب وليست من اصول الدين يضحكون عليكم يقولون لكم انها من اصول الدين اصول الدين الذي ينكرها يخرج من الدين الذي ينكر الامامه هل يخرج من الدين هل يقول بذلك أحد من مراجع النجف وكربلاء الثولان لا يقول بذلك أحد منهم لأنها ليست من أصول الدين هي من أصول المذهب هي من فروع الدين فأماتوا العقيدة ولذا فإن الإمامة في مواجهة أمة أماتت الكتاب وأماتت حدوده وقواعده وفي مواجهة أمة أماتت معالم الدين أماتت العقيدة الصحيحة فصاروا موتى صاروا موتى أين محيي معالم الدين وأهله أهله عامة الشيعة اما هؤلاء الشياطين المراجع هؤلاء اعداء صاحب الزمان ولذا سيخرجون الى قتاله سيخرجون الى حربه هذا واضح في الروايات والاحاديث اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده هو مؤمل ان يقف في وجه الذين اماتوا الكتاب وحدوده في واقعنا الشيعي من هم الذين اماتوا الكتاب وحدوده مراجع النجف وكربلاء تفاسيرهم تدل على ذلك فتاواهم تدل على ذلك طريقه استنباطهم تدل على ذلك لا علاقه للقران عندهم في عمليه الاستنباط لا من قريب ولا من بعيد لا علاقه للقران عندهم في استنباط العقيده انني اتحدث عن القران المفسر بتفسيرهم لا اتحدث عن القران المفسر بتفسير نواصب سقيفه بني ساعده او بتفسير نواصب سقيفه بني نجف بني مرجعيه من تف على تفاسيرهم وتف على منابرهم القذره التي يضحكون بها على الشيعه يفسرون القران لهم وفقا للمنهج العمري هؤلاء الخطباء على المنبر من امثال الوائلي والذين على منهجه في كل كلمه على منابرهم يقومون بعمليه اماته للكتاب وحدوده وهم في مواجهه المشروع المهدوي المشروع المهدوي هذا مشروع لاحياء الكتاب وحدوده في مواجهه الذين يقومون باماته الكتاب وحدوده من هم الذين يقومون بذلك العتبات المقدسه حينما يعقدون مجالس القران ويقرؤون وفقا لما عليه النواصب ويفسرون القران وفقا لما عليه النواصب قراءه وتفسيرا الفضائيات الشيعيه خطباء المنبر الحسيني مفسرو الشيعه مراجع التقليد حينما يجيبون على الاسئله وحينما يستنبطون الاحكام انهم يفهمون الايات وفقا للمنهج العمري بعيدا عن تفسير العتره الطاهره لقرانهم وجميع الشيعه يركضون وراءهم الجميع نقضوا بيعه الغدير بشكل مباشر وبشكل غير مباشر اصلا الشيعه بايعوا وهم لا يعلمون على ماذا بايعوا الذي يوقع على عقد مهم وهو لا يعرف ماذا في العقد هذا انسان ام حمار ماذا تقولون عنه؟ مطي هذا لو مو مطي يعني ابنك اذا موقع على عقد مهم وهذا العقد بامور خطيره وما قرا العقد شو تقول له؟ مو الضربه بالنعال تقول له لك انت مطي انتم الشيعه شلون بايعتوا بيعة الغدير وانتم ما تعرفون مضمونها وتصورون ان مراجعكم اوفياء لبيعة الغدير وهم اول الغادرين ببيعة الغدير وتمشون وراهم مطايا انتم لو مو مطايا شو تقولون احبائي يا ايها العباقره النوابق مطايله ومو مطايه انتم شلون بايعتوا بيعه الغدير وانتم ما تعرفون مضمونها مضمونها في اول مواثيقها ان ناخذ التفسير من علي وال علي فقط وهذا ما نقضه الطوسي في تفسيره منذ سنة 448 نقل لنا تفسير النواصب في تفسيره التبيان القذر وصار مراجع الشيعة على منهج الطوسي في هذا التفسير خطباء المنبر الحسيني ينقلون هذه القذارات من هذه التفاسير الوسخه فينقضون بيعة الغدير يساهمون جميعا الشعراء، الرواديد، الخطباء، المراجع في اماتة الكتاب وحدوده انهم في مواجهة صاحب الزمان ولذا من الطبيعي جدا ان يخرج هؤلاء جميعا لحرب الحجة ابن الحسن ومن الطبيعي جدا ان يبدأ الامام بهم فاذا ما خرج الامام بدا بكذابي الشيعه هؤلاء هم كذابو الشيعه يقولون نحن نحيي الكتاب وهم يميتونه اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده هناك جهه تعاديه تحاربه انها الجهه التي اماتت كتاب الله واماتت حدوده قلت لكم زنوا انفسكم هذه موازين اهل البيت التي قراتها عليكم وزنوا مراجعكم بهذه الموازين كي تعرفوا حقارته وقذارته هذه الموازين انا ما جئت بها من بيت جدتي او من بيت خالتي قرأتها عليكم من قرآنهم المفسر بتفسيره قرأتها عليكم من كلام علي في نهج البلاغة الشريف من الزيارة الجامعة الكبيرة من دعاء الندبة من زيارة آل ياسين من احاديث الباقر والصادق في العفياش من خطبة رسول الله في بيعة الغدير إلى بقية النصوص التي أوردتها لكم زنوا انفسكم بهذه الموازين هذه العبائر بحاجه ان اقف عندها طويلا لكنني ارى وقت الحلقه قد انتهى اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده تدبروا في هذا هناك جهه في مواجهته اماتت كتاب الله وحدوده شخصوها وفقا لهذه الموازين التي وضعتها بين أيديكم إنها موازين العترة الطاهرة موازين بيعة الغدير هذه على هذا بايعتم هل تعلمون أو لا لو أنتم مطايع بايعتم وما تدرون على شنو بايعتم شو تقولون أنتم أنتم مطايع لو بشر إذا بشر لازم تعرفون على شنو بايعتم وإذا أنتم مطايا شنو أقول لكم يعني شنو أقول لكم أتحفوهم 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 بالوثيقة الديخية ما أريد أجيب الأسماء واحد قال لي أنت على شنو مستعجل على شنو مستعجل قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إلي قال توصل

نص عبارة كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وضايع لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق الشفرة وصلت حد عظمكم هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم أعظم بلد بالعالم أنتوا بهالحين بشنو أعظم؟ اسمع. اسمع أعظم بلد بالعالم أنتوا بهالحين يلون خطوطه ويصنع الجبارين يظلموكم وانتم عليهم راضين يظلموكم وانتم عليهم راضين ركبوكم باسم الشرع والخود عدينيه وتعالي حصرنا يا الربع ديخيه ديخيه ركبوكم باسم الشرع والخود الخود تعالي حصرنا يا الربع ديخيه ديخيه بهذا الوضع وادم رضت بس احنا ناديا ناديه نتناديه واحد نلتقي غدا ان شاء الله تعالى في امان الله